السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. كل سنة وانتم طيبين وبعود الأيام وانتم بخير وصحة وسلامة وبركة. مائدة الإفطار المغربية لا مثيل لها شكلا وموضوعا ومضمونا. مائدة غير إنها متنوعة وخفيفة ودواء وغذاء، وده دائما أؤكد عليه في المائدة الرمضانية أو في المائدة المغربية عموما، غذاء ودواء متوازنة، إنما كمان فيها شياكة ملهاش مثيل. لذلك لما سئل مصطفى الفقي مستشار رئيس الجمهورية للمعلومات في عهد مبارك والدبلوماسي السابق في برنامج على قناة الحياة مع شريف عامر المذيع، قناة MBC مصر مع شريف عامر المذيع المصري، فبيسأله إيه أجمل الموائد اللي انت شفتها في حياتك في تاريخك الدبلوماسي، فبدون ما يفكر قال له المغرب. مائدة رائعة وكرم غير معقول على طول، وده نشرته فيديو سابق وهتشوفه معايا دلوقتي. المائدة، مائدة الفطور، أو مش المائدة بس، الطقس كله مبهر ومبدع من لون الأطباق، شكلها غير المواعن، غير المواعن السبيرة اللي بيتحط فيها الحريرة وتتحط في النص ويغرفوا منها في كل جبانية. وبعدين أنا بحب بصراحة مغرف العود اللي هو، ويا سلام لو من خشب البرتقال، بيدي ريحة يو يو يو. فتشوف المائدة، شوف كده معايا المائدة بتفاصيلها، في النص تتحط السبيرة، وبعدين الشباكية، البروات، السلو، البشنيخة، اللبن، الأتاي، طبعا هتشوفه دلوقتي الأتاي، وتاخد جبانية الحريرة وتبتدي تشرب حاجة بعد ما تجرح صيامك بالتمر وحتة شباكية، حاجة ملهاش مثيل. ويا سلام لو شوية لبن بقى يغلفه المعدة، وبعدين تنزل تصلي بقى العشاء والتراويح مرتاح خفيف طاير، لأنك على فكرة بتبقى المعدة ما تملتش قوي وبتبقى اتملت صح، سكريات كويسة مفيدة، الحريرة بمكوناتها، شوف الكيسان، رصة السفرة، حاجة ملوكي، والبيض المسلوق، حاجة ملوكي بصراحة، ملوكي ملوكي ملوكي. وشوية عصير ولا شوية دامعة، البتاع اللي بتغسل فيه ايدك ده يا سلام، الطاس بتاع غسيل الايد ده، حاجة مدهشة بصراحة. الطاس والمقراش ده، ويجيبوا لك المقراش فيه مية دافية كده تغسل ايدك، يا سلام، جو رمضاني بامتياز. والحريرة دي على فكرة حاجة مدهشة، يعني حاجة ملهاش حل. وبعدين تنزل تصلي بقى، تنزل تصلي وترجع تتعشى بقى، ايا كان العشاء بقى، دجاج محمر، حوت، لحم بالبرقوق، زي ما ايه، زي ما قسم الله، فتاكل وبعدين ترتاح، تبقى مرتاح، تشعر براحه، بتكون معدتك اشتغلت وجهازك الهضمي اشتغل وصليت فعملت تمارين ربانيه طبيعيه كده، فتبقى طالع يا سلام. وبعدين بالليل بقى قوي بقى تتسحر كده بحاجه خفيفه كده، شيء مدهش وجميل جدا في المائدة الرمضانية المغربية. ما تلقاهاش هذا الطقس السلطاني على فكرة في كل طقوسهم، تحس فيها شياكة، شياكة قصور في أي دار أيا كان مستواها، فيها شياكة قصور، فيها عادات وتقاليد وإرث. لو سألت أي مغربي يقولك عادي، يعني المغربي ما يردش بالك، خلاص مولفها، ده العادي في حياته، دي مائدته العادية، يعني دي سفرته العادية، لكن لا يراها أحد إلا وينبهر بها. يعني زي مصطفى الفقي قلت لك، قالها، قال له إيه هي، فما ردش، ما فكرش. شريف عامر بيقول له إيه أحسن مائدة بقى في تاريخك الدبلوماسي، هو بيتكلم عن رمضان دبلوماسيا، ولما كان بيجي عليا وأنا في لندن ومش عارف فين كنا فين، ولما بيبقى عندنا اجتماعات بنأجل، يعني بيتكلم عموما. فقال له طب ايه احسن مائدة رمضانية، فقال له المغرب بدون تفكير، قال له عامرة وفيهم كرم كبير جدا. اسمع كده، ايه اعجب مائدة افطار حضرتها في المغرب؟
في المغرب. آه كنت مع الرئيس الراحل ومع مجموعة هناك عندهم كرم فظيع وطقوس للطعام. عدد المفارش اللي على الترابيزة بيبين عدد الأطباق مع كل طبق. أنا أعرف إنه الشوك والمعالق والسكاكين هي اللي بتبين. لا لا هم لا لا أظن أكرم مائدة على الأرض هي المائدة المغربية. وعدد المفارش يوري عدد الاطباق. عدد الاطباق طبعا هو وصف ما شاهده وطبعا راح حضر كتير في قصور وفي اماكن كثيره جدا وفي دول كثيره جدا. لكن تبقى المائده المغربيه زي ما قلت لك حاجه سلطاني. والميزه ان زي ما كانت في القصور وشافها كده ففي الديور نفس الحكايه. القصور في المغرب كما الديور والديور كما القصور اطباق واحده أكل واحد بيأكلوه كلهم. طبق أسطوري سلطاني ملوكي تلاقيه في كل دار. مائدة سلطانية في كل دار لا تجد أحد على الإطلاق شاف المائدة المغربية أو تعامل معها إلا وحبها وفتن بها كما كل شيء في المغرب من تراث المغرب المتنوع العامر المتنوع كمان من حسب المنطقة اللي هو فيها. وهو ده جمال وأبهت المغرب. فلا تخرج من الفيديو قبل أن تقول عمر يا مغرب. دي الحكاية. شوفكم على خير.